الرجاء العالمي واتن فقط فيكم لا لا احسن فرقه كتفرش في المغرب هي الراج الراج عرفتي الراج شحال باجي الفلوس الدراري انا بغيت ندوز شي ميساج للوداد اخويا برزوق باش نبحوا لكم لي فار مرحبا تبغيتي نمشي ندير الوداد ما قدرتش هذيك هذيك خليني هذيك الحروريه هذيك كاينه ما كايناش تمنى الوداد تربح باش فين دي شامبيون الراج ان شاء الله الوداد دارت معنا مزيان هذا الماتش برزوق تشجع الوداد انا نقول لك واحد الصيغه اخرى مزيد. انا بغيت لي فار تخسر اللي عنده شي فم يشدو نقول لهم بعدهم من الفرقه قولك ويلاد علاش باقي ما دخلش للمغرب علاش كتهاجم ليه حمزه انا فرحان بهذا الشيء لا ترونسبارونس ما كاينه في الراجح وتضرب الوداد بهذا اللعب انا لزامتكم وبغيتو تدوروا عليا انا علاش ما تعطيش خسران الوداد كونتر الراجح الزامطا ايديسيون تقدم الزامطا على عدد المواجهات الوداد العام الجاي والعام اللي فات تضرب كل شيء الراجح محتاج للوداد ضرب ليها لي فار متفقين كيف ما الوداد كانت محتاجه للراجا تعادل مع لي فار داك العام تعاون راسها حتى شمن الوداد تعاون الراجا تعاون الراجا ما محتاجه حتى شي واحد يعاونها واللعاب اللي عندهم الروح ما كاينينش انا الميساج ديال البيبليك يبين لك كاين دابا لعابه لاعبين بالفلوس واخدين الفلوس وما تيدير لك صباس خاص يمشيو كاملين بروفيسور عطاه لتشيلسي واش ما مسطينا يجيب شي تراكس ويحفر هذاك التيران اللي عنده الغيره على الفرقه يبقاو ولا ما يمشي بحالاته سعيد فتاح يا سلام نبيل بالشقرو يا سلام حمزة بورصو يا سلام بودكاست في 90 انتهى الكلام مرحبا بكم مشاهدين ومشاهدي قناة كرة في 90 في الحلقة 65 بودكاست في 90 مع سعيد فتاح حمزة بورصوق نبيل بالشقرون رمضان مبارك سعيد خريزي معكم دابا الله 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 على السي سعيد الناس كي ضعافوا في رمضان جاك تغلط ياك ما كوخ كوخ هذا عطاك تراكسي ياك ما المضماضة والبطباطة والبغراء ياك ما المضماضة شفتيهم ديال الدار مالك ياك الدرجة الأولى خمسة ثاني عشر السيستيم ديال السبور عندي دراري لورون بلون كان عبد الرحيم تونسي عبد الرحيم هذه عبد الرحيم الله يرحمه مسكين كيجيكم بحال حاجه عيسى والله حاجه روبرتو باجيو ديال الصويره هذاك لي مارك بيلاج يمشي لي زكل كاين واحد مارك كاين واحد اخر مارك واحد مارك فهمتي هذاك ما دار والو في حياته مارك وصافي فهمتي ما بقاش يلعب في امان ديال الشعر بدلون كلهم قرعين جوا على سعيد والله الا هذا الحسد اللي درتي ليه العمانيين شتيهم قداش تبارك الله عقلت عليهم في قطر عقلت عليهم تيبغيونا بزاف اخويا العمانيين والله سول نبيل الى الشعب الوحيد هو السواعده هما بجوج مو السعوديين في قطر في لاكوب دي مون كانوا باغيين المغرب كيشدوا طياره خاصة طيارة فول سبيسيال كيجيو يتفرجوا الله يعمر هذا الخسارة خسارة لعبت فيها حتى انا اخويا هو اخويا حمزة راه كيما يدار في عمان لعبت فيها والله هذاك ما سقط شوية لي ما عندي ما نقول لك على هذا الشيء سعيد بايس بدات ماركي عندنا في بيوتها مع عباد الله كنموتوا عليكم واخا العمانيين بالعكس شنو النوع ديالك انت في رمضان؟ انت الى نوع كاين واحد الانواع معروفين ديال بنادم زعما ديال بنادم في رمضان سعيد الى نوع في نظرك انت يا حمزه سعيد النوع اللي تيفيق مع الربعه ديال العشيه فهمتيني تيوقف حدا دربهم شويه تمشي يجيب شي لعيبات من الباتيسري كيدير الشوبينغ الباتيسري كيمشي يدير البياسه هذه ديال الكرواسون هذيك بان سويس كاي بان سويس بان سويس هذيك زعما اسراء بان سويس تحيه لوليد سعيد لوليد سعيد كامل هذا هو كاكي فهمتيني واش من نوع اللي كيقول لك مشي جيب الفطور مشي لطماريس الربعه ديال طماريس نقيس الحيط نرجع يشدني الباراج لا هذاك انا هذا النوع هذاك هو انا لوالك النوع اللي صحتني حدا اللي طورال تمشي القيس مروك ومول ونجي فهمتيني وكتعول تفتح على شي مشكل في الطريق باش تجيب دف وشمتي حتي لما فتحتيش مشكل في الطريق لا هذا لا حوارات انت غادي وكتلاقى تتلاقى مع الحو انت غادي وكتلاقى مع عباد الله كنمشي كندير واحد المشي انا وبرزق بالفطور كنمشي زعما نجيبوا الفطور يا ربي تسمح لي تنجيبوا كيف قبل لك شي واحد اتغلى
طيب 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 خدام معانا اخليه والله لا خليه كيدو شي واحد كيدو شي واحد بعدا لك يجري في عندي حنا كنجريو مو هو هو بنادم تدير فيها واحد الشيل هذاك كنتمشاو بواحد كبير واحد نص ولكن حمزه بغيت نسولك هذيك العيبه ديال قبل من الفطور تجري لا لا ما ديرش داكشي حنا ممنوع علينا داكشي حنا ما درنا حتى باش كنا كنلعبوا قاعده كيدو شي واحد من حدانا لا تكاين لا لا كاين شي واحد اللي بغيو فيه واحد لو ستيل هو السبور مزيان جاي اليوم حنا هذوك جاي اليوم اه هو خوتي هذوك السيكليزمات اللي كيكسو الله يسهل عليكم ديال البيكالا ابدلو معقر ربتي بالك راجل غادي لابس هذاك كولون بحال هكاك ما فيك ما تشاف اخويا باش نقول لك زعما شي لعيبه حمزه راه كيدوز من حدا لابس داك السيكليزم كيوقف كيدير فيها علاش علاش البيكالات هذاك البيكالات ما دير والو شوف يا صاحبي كيعطي الله السراول كيعطي الله السراول مفخفخين وداك الشيء اش هذاك الشيء اوفر الاوفر لو بلون سعيد فتاح مرحبا بك اخويا مرحبا بك خويا نبيل خويا حمزه اشرف العسران نموتوا عليكم بزاف حمزه بورزوق تحيه لك اخويا نبيل تحيه لسعيد تحيه لمولاي اشرف تحيه للعشران والعشرانات رمضان كريم توجور مرحبا بكم الدراري عرقاتني هاد الطاكيه اه سخونه عبد سخونه اشرف مره مره نش من الحلفه حط الباربه فوق دماغك الكبده الكبده حاطه دماغك الكبده ماشي معزه حاطه نشفات هذا غادي للعمد هذا عرفتي ديك العمد اللي كيموت في الاخر بزرواطه ديما انا شوف انا شوف ديال الليالي الحلميه شي دابا تجي ديك الجندي دابا تجوج بيه ديك نادي ديال الجندي غني عليها العمد والله الا غني دابا المال والبنون غني شي نادي ديال الجندي اللي لا ديال الجندي حتى الله يهديك وهذيك صفيه العمار صفيه العمار ديالي بدل الحطه هذه ديالي صفيه العمار دابا تلاقى مع سعيد قبيله والله انت تقرا العمار ديال بصح والله هي ديال بصح هذيك يا صافي العمار صافي ديال بصح مرحبا الدراري دونك اليوم دو سوجي مشو بحالاتنا ما كرهناش مشو بحالنا دابا لان عينا وي دابا دخلوا وعينا بعد ما نخبيو عليهم الراجا والجيش غادي ماشي الاخر مول نسينو باش نقولوا له واش حمزه صافي بلاتي بلاتي نبي واش عرقان دابا تحس بك عرقان من داخل سخونه لا سولني واش نادم نادم والله باتي شوت بحال الدراري شريتي العجل بهذيك لا شريتو انا كنتي فهمتي ضربه بوحدها مالك الكبده بغيتي تزيدها هذيك التوته فوق دماغك واو ما تنصحني ولكن راه فيها ولكن ديك التوته كيما قال حمزه باط جويل واني صراحه باط شوف باش بان الناس الله يلا باط او في السقف باش هو واقف فهمتي باش باط جو ديال الفيديو ديال درهم هادي باش تي بوغي كيبان ديك مع مالو هذا هذا باط جو مسيني في بلوزدان فهمتي باغ الحاج تاع الحاج عيسى كان عليم طيف كان عليم هرسين جو اول حاجه عاود تشري ناس بعين والله يقولك داكشي هرسو دابا لا لا تجبر دابا دري كره 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 واش باي باي بسلام عليك هو برزوق الله يخليك برزوق باقي في المنافسه مهم خونا راه شفت اللي تعادلتي مع خونا صافي خونا ما تهضرش معنا حتى العام الجاي الجوله الاولى في السباق ديالكم من بعد داك لو جولي درنا راه خونا رابحك ربح شوف التخمين عادي نورمال نورمال هذا الاحساس انا ماشي مازال نسي اجرم ها الاحساس سيني لي فار كان عندها اوبستاكل اسمح لي باش حنا كندويو على البرونوستيك اللي دوينا عليه انا كان خاصني نحط سيناريو اللي تكون فيه الرجاء شامبيون برافو وي لان لما بغيت انا لا قلت لك انا تربح كل شيء وقلت لك انا ماشي هذا لا قلت لك انا ما بغيتش الرجاء دي شامبيون سعيد فهمت حتى النافق ولا تنكذب على عباد الله وهذا الشيء كامل انا ما كان ما كنحاولش ننكر القوه ديال الجيش ولا العام الكبير اللي كيديروا الجيش راه عامك عامين وكدير الجيش عامين وكدير مواسم قويه وكنسولك واحد السؤال هو كيدير واحد السيناريو اللي يربح الرجاء الشامبيونا وشكون هما الخصوم اللي قويين ويقدروا يخلقوا عراقيل للجيش قلت ما بينهم كانت اس بي كاينه الوداد كاينه الماس كاينه الفتح احنا 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 جايين للوداد وداكشي دابا اس بي انا عرفتك علاش كنتي معول على اس بي انا اس بي هاد العام زياني
يعني طبعا. واحد الاكس ديالهم اوكي بورسونتاج ديالو قريب وشي اسم يكون كانوا في تيرانهم نخسر عندهم رباح الله لا داروا شي حاجه والله تيضربوا بلي فا دابا فهمنا ربحوهم ربحوهم في لالي واعري دابا هاك انايا دابا دابا لالي راه ضربه شفت توارقه دابا والو والو انا بالي غير حوض الماتشات كاملين اللي بقى كما قال نبيل ماشي حنا ما كما قلتي دابا زكريا عبوب راه وقف اسفي سيرتو هذا العام تبارك الله اسفي غادي مزيان تيلعبوا ماتشات مع الرجال دوزوا ماتش كبير هادشي الرجال ربحوا ما بزز هو قال لك على حساب ليفار ليفار كيما تنقولوا ديما حنا على الورق اضربهم ليفار على حساب النيفو اللي في الوسط اللي ليفار دابا واللي ماتش يدير ولكن اسفي وتاب الاداء اللي داروا ليفار في لا بريمير ميتون راه كانوا اقرب للتسجيل ما خانتهم ليفيكاسيتي اللي كنا كندويو عليها ديما كنقولوا الهجوم ديال ليفار فعال 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 مي خانتهم في لا بريمير ميتون وكانت ممكن يدخلهم في دوامه اخرى مي ديك الاصرار ديالهم الاصرار ديالهم والتنوع التنوع في طريقه الوصول للثلث الاخير ديال الملعب راه كيقدروا يدوزوا لك بدي زاتاك بلاستي كما كيقدروا يدوزوا لك بدي جو ديريكت كيدوزوا لك باغ دي سونتر واش فهمتيني داك التنوع اللي عندهم واش لي كاليتي ديال لي جوار ديالهم ولي كيخلي عندهم بوكو بلوزيور سوليوشن دابا الرجاء الا بغيتي تلعب بار دي سونتر ما يمكنش ما يمكنش ما عندكش دي جوار اللي غادي اللي كيمشيو كيتزادوا عندهم ان جيت ديال قليل قليل عندك موهوب عندك قلال قلال بزاف انا ما تخرجش بلاطاك بلاصي ما كاين والو لا تاك بلاصي باغ دي تير دو لوان دابا عندك لي جيش جيش كتضرب من بعيد كدوز من الجناب من الوسط كيدوزو تيربحو بدي بالاريتي واش وراه ما يمكنش فرقة الاسلحه ما يمكنش فرقه بحال هادي بدي الشامبيون لوجيكمون لوجيك وي لوجيك لوجيك ما داتش انا كبريه مصيبه بالنسبه للجيش بد التكامل اللي عند لي فار هذا العام لي فار ديال هذا العام صحيح على لي فار ديال العام اللي فات بمراحل لا كاين تطور كاين تطور كاين تطور ما داك العام كان فريق قوي حتى هو كانت لاكاليتي وجدوه كانت لاكاليتي اكثر خير كان فاتي وكان ريدا سليم ريدا سليم وكان دياكيتي وكانوا كاملين وكانوا قواد اللعبه معاهم هذا العام كان دراغون سوبر فورم كان دراغون شي كيدوي عليه داك العام لدرجه ان كانوا كيقولوا الدراك راه احسن حريم هذاك العام اللي ما كانش كيشوف مزيان فهمتيني لانه كان واخذ واحد شويه ديال الاشعاع كان مزيان كان مزيان بزاف ولكن حتى هو كان مزيان دابا تخيل معايا اخويا حمزه كون بقى معاهم سليم وبقى معاهم تكون تتخلع عليه فارا بورغيس 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 انا عز عليا مارور مزيان ولكن صوابي مزيان شي دابا انا قلت لك بورغيس غندير بورغيس حدا الصوابي فهمتيني من عز عليا مارور مارور كيبان ليا ثقيل ثقيل هو منين كتخرج الكره وكاين اللي خافش كتخرج الكره اللي خلعتني شخص. اللي خلعتني فتح في ليفار زعما انا مثلا كراجا اللي تخلع لي في ليفار في مستقبل الماتشات اللي جايين ليفار اللي خصو يتعكل فيهم باش الرجاء ترجع هو واحد لوقيته الدوزيام ميطا اسفي حسيت بهم بغاو يخرج ما خلاوش صاحبي حاش هو واحد كيدير لك انت بغيت تطلع من الماء هو كيدير لك ما قادرش دابا لي فارق لي فارق خويا نبيل من الفروق دابا تعرف تجيري لي ماتش ديال ولا حمزه تقدر تبان لك بلوم ميطا ماشي هذيك فهمتي الفرقه الاخرى واقفه لا مزيان كاين دوزا ميطا عنده مدرب ذكي عنده تعرف يدير لي شونجمون باش بان لك اسفي تقدر تماركي البارح غير بدي بالاريتي لي بالاريتي صعيب باش تدخل حتى في لي كونتر حتى في لي كونتر حتى في لي كونتر كانوا بعاد كانوا بعاد كان بزاف هما بعدوهم البلوك طايح بزاف البلوك طايح بزاف والسي زكريا بغى نوتراليزي حريمات بغى مشى لعند هذاك ليليمون داك اللي لعب الفرقه لعب قال غادي نحبس لا بروغريسيون ديال الكره من اللور نشوف كيفاش ندير حريمات طلع ذكي ذكي حريمات خلى شكون اللي مسؤول على الربط ولا زحزوح هو العربي الناجي ولا هو العربي الناجي هما اللي كيديروا الربط حريمات زاد القدام ولا في المناطق ديال الخصم ولا الافونتاج اللي عند حريمات هو تيتزاد هو حريمات عنده بلوزيور كاليتي حريمات يقدر يصنع لك يقدر يبني لك اللعب من الهجمه من الخلف ويقدر يصنع لك اللعب القدام في الثلث الاخير ويقدر يتزاد حتى في المناطق ديال الخصوم فخر عقل عليه بوسكيتس بصح عندكم انا سمعت فاخر كان افيرماتيف افيرماتيف شوف شوف تا محمد اللي قال لك شي حاجه راه مدرب كفء وكبير عنده الشوفه تا هو ما بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا حريمات من اللعابه دابا اللي بان في المغرب واللي مدلوم خصو يكون عنده بلاكا عنده بلاصه في ليكيب ناسيونال بزاف كاينين حمزه بزاف ولكن تتبقى عاوتاني حمزه نبقاو نعاودوا ديما عاوتاني لا ما عندوش عليه بزاف
حنا كندويو على حريمات اللي لو بلو ميريت في الدار احسن لعب في البطوله احسن لعب في البطوله دابا واش احسن لعب في البطوله ما يكونش في ليكيب ناسيونال واش حريمات خصو يلعب في الوداد ولا في الراجه باش يمشي ليكيب ناسيونال واش هذه الهضره هذه كمل اسئله دابا شافوا على اللي بغيتو واش تطيح من الجيش بحال لا 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 ما كطيحش لا ما كطيحش ماشي انت هذا اللي تيقول هذه الهضره نبيل هذا مش علاش الوداد والراجه ما نجيش نجيش دابا غنرجعوا للجيش راه كانت لوساتور ديال ليكيب ناسيونال واش شحال ديال ليكيب ناسيونال راه كانوا ماشي من الجيش اخويا من الجيش فار مراكش كانوا كاع الفراقي قال الفراقي تيمشيو ليكيب ناسيونال راكم ما عقلتوش على احسن جينيراسيون كانت ديال 86 كتخرج في عينيك حمزه نسولك سؤال واحد حريمات بهذا البوتونسيال كون كان في الوداد وفي الراجه ما يمشيوش للمنتخب كل يعني على حسب النيف ديال الفراقي بالضغط باللي بغيتي الجماهير واش اللي غيديروا الضغط الجماهيري ولا الضغط الميدياتيك على حسب هو مهم على حسب اللي بغيتي حيت قول لي حريمات كون كانوا ودادي ولا رجاوي مع الميديا اللي كنعرفوها مقسومه على النص علاش كتحلل لي انا عطيتك انا عطيتك ممكن كان ممكن يديروا ضغط وحريمات يمشي ليكيب ناسيونال وصافي انت جاوبتي وانت اش بان لك انا على حسب اما الجمهور الا كدوي على الجمهور راه الجيش عنده جمهور كبير وداير ضغط بانه حريمات خصو يمشي ليكيب هذا باش تدور الميديا زعما راه الميديا هي اللي غاطفه في الوداد وفي الراجه وعاوتاني حريمات عاوتاني الا كان وحنا كدوي على بلاتي الا كان في الراجه لي فارتي راه فرقه كبيره ولكن في الراجه راه كاينين دابا لعابه كاع في الراجه ولا في الوداد مثلا وسيرتو دابا في الراجه يقدر يمشي ليكيب ناسيونال وما كاينش حاشكو واحد عطاني زنيتي كاين بزاف ديال الحوايج ولكن تتشوف دابا انا راه كيجيني شي اختيارات ديال المدرب دابا حريمه دابا كان في الوداد بهذا النيفو اللي وصل ليه الوداد ما يمشيش ليكيب ناسيونال عطيك مثال انايا في اللي فار دابا يقدر يمشي كدوك على الوداد الدايره مثلا الوداد الدايره في حريمات يمشي ليكيب ناسيونال يمشي انا في نظري يمشي ولا سؤال اخر ولا لي فار لي بطل الموسم ولعبات كارت فينال ديال كوب دافريك وكانت قاب قوسين انها تربح هذاك الماتش ديال اتحاد العاصمه كنت تعاملت ولي فار اللي كنت تعاملت بشكل جيد في الماتش الي ماتش الي ديال نجم الساحل اللي كتشدوا نجم الساحل كلاوهم تمايا بروميطا بروميطا كلاوهم بروميطا ما كانوا بروميطا كانوا مزيانين ما نقدرش نقولوا هادشي على حريمات ولا لا على لي فار لي فار عندها شحال من لعاب كيستاهل ليكيب ناسيونال عندك ايجامان راهو كيمشي للاو 23 عندك زحزوح واحد من احسن صناع الالعاب صناع اللاعب اللي كاينين في البطوله الوطنيه لو مير وي زحزوح بلاصتو دير عام زوين راه عندك دازالي كان في التواركه كان مزيان ماركي عندك صوابي دير عام واعر ديفونسيف مون صوابي ناجي عندك مهدي بن عبيد ناجي دير عام زوين كيمشي بن عبيد وتندوي لك لا كندوي على شكون اللي ميريتون شحال واحد خصو يمشي راه خصو يمشي اكثر من بن عبيد ليكيب ناسيونال خلي فرصه صحيحه زعما فيها لعابه صحاح ما نقدروش حموده راه اون فور ديغنييرمون لا ديغنييرمون كيدوز واحد المرحله متدبله واخا ليرسيا الرجاء العالمي الرجاء العالمي حقه حقه زعما انا اللي خرجته زعما سي تان فيكس كنت تعاملوا مع الرجاء العالمي دابا حنا اش قلنا لكم مونديال ودابا حنا قلنا لكم تنفقس فيكم لا لا انا والله يا خويا والله ما قدراتك اخويا عم بوعز انا عاود في هذيك فرق شي برافو عليك تحيه لهذوك الوليدات تحيه للدراري تبارك الله عليهم اللي ماتش بار ماتش ماتش على ماتش كياكدوا كيأكدوا داك الاداء الراقي اللي كيقدموا انت دابا ولا انت فتاح دابا تكون لعاب في الراجه شوف الاحساس ديالك وانت كتشوف لي فار انت راه كتربح وكتشوف لي فار ما معاونكش لا لي فار ما معاونكش لا ماشي ما معاوناش انا بيت تيكون عندك واحد الضغط ما تنساش انا الماتشات اللي بقاو لك كلهم صعابه عاوتاني انا واخا ربحتي هاد دابا داك الضغط اللي كنتي عشتي داك العام مع الوداد وكنتو كتقولوا بان لي فار تقدر تزلق وما زلقاتش ودات شامبيونه قدرات سير هذاك الضغط اللي كان عليه هذاك العام مالغري نفاصلوا على المدرب وجا مدرب اللي كمل سي صمادي وسي عموته اللي كملوا في واحد الوقت واحد الفرقه واحد الفتره حرجه راه الراجه حتى هي دابا راه تسير هذا الضغط هذا فريق اللي باقي ما خسرش وي اخي ما خسرش خصنا ندويو على هذا الشيء لا ما ساهلاش
شحال دابا من الماتش تقريبا ما خسروش دابا 24 ماتش 24 نزيد عليهم ما داكشي اللي كان شد تزيد حتى 24 ماتش قربوا لي وهاني تبغى تزيد واحد الماتش في الدرب حتى هو ما خسروش المدرب قبل قربوا قربوا الهلال مبارك قالوا هو الشامبيون خسر في كاس العالم ياك وهضر معايا دابا باش راه قربوا الهلال قريب يقولوا بحال لا فار اللي قرب قبل ما ندخلوا في الراجا مع احسن فرقه كتفرج في المغرب هي الراجا الراجا انا معاه بصح كدبش كتفرج على ليفار لا حتى ليفار تتفرج ولي ولكن الراجا الراجا شوف الراجا ماشي انا عارف ان راه عندي ديريكت انا الراجا من زمان قلت لك نهار كنت في الراجا ونهار مشيت لويدك كنقول لك الراجا فاش تتفرج واخا تكون في المشاكل ديالها تفرج الضريبه ماشي من ما كذبوش بلا ما نقول كذبوا على راسنا نقولوا لا الراجا تتربح لك باين اي بلوز افيكاس انا ما كذبوش اللي كاين كي اما لي فار هما كيما قال حمزه فرقه تجبل لك واقفه راه قلت لك لي فار عندهم وسائل عندهم عده وسائل باش يدوزوا لك ولكن لي فار تنتاسف لحاجه وحده هو البيبليك ديالها مؤخرا حمزه في هذا الوقت علاش سيرتو في هذا الوقت سيرتو في هذا الوقت ماشي نضيع عليهم لا هما لا رجاء لا ولاد سيرتو محتاجينهم محتاجينهم في هذا الوقت علاش تشوف فرقه دارت كل شيء وغادا في الطوب دابا يلاه هضرنا على اخا حمزه ديما تتربح تصابوطي فرقتك اخويا كاكي بحال هكا تصابوطي فرقتك محتاجين لك جمهور وراه بهم راه وصلوا بزاف ديال الماتشات ربحوهم وعاونوهم دابا تجي عندك ماتش باقيين صعاب وهاد الماتشات اللي بقاو الاخير كلهم صعاب اخويا حمزه اخويا نبيل فهمتيني واخا فراقي ماشي ولكن حتى هما لاعبين على شي حوايج كاين اللي لاعب كاين اللاعب ما يطيحش كاين اللاعب باش يصوفي واش مصلحتك مصلحتك الشخصيه ومصلحتك الشخصيه ولا مصلحه فرقتك الفرقه ديالك الله يرحم لك الوالدين الفرقه ديالك وانا دابا الجمهور كان محتاجك هنا المشكل شنو هو السبب الشغب هو ان جوج ديال يعني في وسط الجمهور ديال ليفار بيناتهم وهذا هو المشكل مازال كنتي مع بحال ايلترات ياك يعني هنا دوزيل يعني هنا بحال كدافع على مصلحتك انت كدافع على مصلحتك وتا كما قالنا تصابوط الفرقه عرفتي الالترا شحال بها ديال الفلوس الدراري خصنا ندوو بحال هكا لي زاديزيون لي برودوي واش انا بلاص قول لي الفرقه اش كتستافد كاع من هذاك الشيء بلاص انا اول يوم نمشي نشري توني ديال لي فار من عند السطور ديال الفرقه ونلبسو والفرقه تدخل مداخل كنمشي نشري ديال البرودوي ديال الالترا وي عرفتي شحال ديال الفلوس تما داخله وكدوي على كل شيء معمي كل شيء كدويش على لي فار لي فار كندوي على كل شيء لان هذه حاجه عامه هذه هاد الحاله راه مصلحه ديال برقتي عاده باش المصلحه الشخصيه ديالي واش انا فرقتي لعبه الشامبيون وغدا في لاكورس وندير شنو ندير ندير انا بحال الافعال نعطي البنادم فين يوقفني ولا فين ينزل عليا يتكى عليا وتلعب فرقتي تلعب بلا جمهور والجمهور هو السند ديالي ونورمالمون انت لوبجيكتيف اللي عندك هو بطوله من هنا ست دورات غديها يعني انت خصك تحزم مع الفرقه خصك تكون والو ريغولو ولا شنو بغيتي تلعب على داك الوتر الحساس ديال على ان تخرج العصبه وتوقف الجمهور وبدا يقولوا جمهور الجيش هو اللي مظلوم هو اللي ما هو اللي ديما كياخذوا قرارات قاسيه في حقي الراجا حمزه لا هذا اللي شفناه راه من الوتر الحساس باش تموتيفي لي جوار ديالك تعطيهم زعما اون موتيفاسيون دو بلوس زعما يا ولا شنو ما لقيتي باش تموتيفيهم صعيب صعيب لا صعيب انا انا معك في الاولى ولكن صعيب بغيتي تموتيفي اللعابه ديالك صافي ما تقاد بلا جمهور حنا غادولك باش تبدا تموتيفيهم راه ندير شي حاجه باش لا انا معك في الاولى ان لي فار غدي شامبيونا واش كنبدا نقلب على راسي على شكون اللي مورا لي فار في هاد ليكسبو ديال هاد العام واش هذا ولا هذا هنا مصلحه شخصيه هذا بوحده هذا شكون اللي دافع لي فار شكون اللي جمهور ديال جمهور صاحبي نتوما جمهور هذاك اللي مريح في تريبين دونور حتى هو راه دافع انا ملي كنجي هنايا في ميكرو وما كنقولش كوش البلاك ارمي ولا الترا سكيل بيبليك ديال لي فار انا كنجي هنا كنقول بيبليك ديال لي فار جمهور ديال لي فار نتوما بجوجكم جمهور ديال لي فار والله يرحم لكم الوالدين انكم كتاثروا داك الجمهور كديروا له كل واحد برافو مي ما ديباسيوش مي فاش كديباسيو هاد الشيء كتوليو خارجين على الفرقه تيران فضاء عمومي يا نبي
خصني خاطا نقولها ديما، راه لي نوايو خصهم يكونتروليو. وعلاش هضرنا على اخويا حمزه ديك النار؟ خصهم يكونتروليو وداك الشيء ديالو. قلتي اخا حمزه واحد الكلمه هذيك النار قلتي خاصه فهمتي الجمهور ديالنا يتربى صعيب، راه هضرنا على قلتي التيرانات وجايين بزاف صعيب صعيب اخويا والله صعيب والله ما صعيب. علاش اقول علاش اخويا حمزه وخصنا حلول بديله الدراري. تعال لا ما كاين لا حلول بلاتي بلاتي الويكلو بلاص الويكلو نبيل اش هذاك الويكلو راه خايب ولا فرخصه تضرب الويكلو الراجا تي تضرب. لا فهمني انت غدوي عليها من بعد من بعد اون جينيرال باش ما نشوفوش ماتشات ديال الرجاء ويكلو ما نشوفوش الفار ويكلو ما نشوفوش خويا حمزه. خصنا حولوا ولا الدراري خصنا هذاك اللي دار المشاكل ما يبقاش يدخل للتيران كاع بتاتا انا صاحبي ما يبقاش يدخل للتيران. علاش انا غتعاقبني وانا انا ديما ملتزم انا بيه كنمشي نتفرج وما كندير لا مشاكل لا والو وبسببك انت نتحرم من فرقتي ما نبقاش نجي للتيران. خصنا حلول على هاد الناس هادو اللي كيديروا دابا حمزه انا راه معاك حمزه ولكن هذا حمزه خصنا نبقاو وجهو التيران. خصنا الفان اي دي خصنا بزاف انا خصنا خصنا ندوزو للديجيتاليزاسيون صافي ان فتاح باغي يمشي للتيران كيقطع هو اصلا عنده كونت ديالو في لو سيت اوفيسيال اللي كتقطع بنو فيه لي دوني ديالك. فتاح ملي كيدير شي حاجه اوتوماتيكمون لي دوني ديالو كنعرفوا بان فتاح كتمنع من التيران واحد المدة معينة كيبقاش فتاح يمشي للتيران. وسالي شي نبيل صافي وتركيلين شي وحدين وفراقي شي وحدين وصا هو حق الله نبيل وخا تمنعو من هذا مضرب بزاف وتلقى في التيران خاص الفراق يجلسوا مع الجمهور. فما نقول لك اللي كاين انا صح انا ضد القضية هذه لانها كتمرق شوية بزاف كاع ماشي شوية اخويا انا بينا ضدها وليني راه باش نلقاو حلول خصنا نبركو مع الدراري الصغار تنبركو مع هاد الوليدات وماشي هاد الدراري الصغار راه كاين دكاتره وكاين اساتذه وكاين راك تعرف بالفراش كل فاه راه خصنا نبركو راه كاين ناس واعيه تمايا وقابله كتقبل الحوار خصنا نقول كاين هادشي دابا المشكل هادشي راه كاين ودابا هذاك الذنب واحد السيد تما بارك في التيران تمايا ولابس البرودوي حتى هو جاي باغي ماشي فوضى هو باغي ينشط باغي يضحك وتيبان ليه بنادم الزرع وتجي فيه وداك الشيء تولي غادي نبيع كاع تولي غادي نبيع. انا ما نكذبش عليك انا نقول لك شخصيا انا كنت كنمشي للتيران مثلا في الالفينات وهذا وحضرت الحالات ديال الشغب اما كاينش انت راه جايه باش تشجع جات فيك جات فيك جات فيك ما كيعرفكش ديما تيعرف المرد اللي كيبدا يضرب كيعرفكش ما راه جات فيك ولا هزوك داوك ولا هو المول علاش جيت ليه دابا انت عمري تولي غادي والديك ثاني تما قدام المحاكم وتصور راه والديك تيقرا والله ما دار هادشي واش تقدر تكون ما دير والو بصح وتبات انت ورا بصح تقدر تكون ما دير والو تبات بانك ما درتي والو ما فهمني وعلى عقليه بنادم ما باغيش يدير الصف الصف حتى بنادم ما دار الصف حتى في المدرسه تهربني اصاحبي على بنادم ما باغيش يدير الصف حتى كتكون واقف تما راه عند مولحان وكتجي شي كتجي شي مقلاعه من اللور وكتقول لي انت دير كدير لك شي كارثه وما كتحشم حتى من عباد الله تتقول لي انت مشكل ديال العقليه اصاحبي واش غادي تكره الجرم تشدو من هنا باش تدير اصاحبي واش ماشي عقليه عنده واش عجبوكش هذا ماشي عقليه حنا واقفين واقفين في البياج كاملين واقفين كاملين تيجي واحد يستنى يدخل من الاول كيجي واحد كيدير راسو راه دايز الجواز شنو هي هذيك ماشي عقليه هذه ما بغاش دوز ليه جواز وكيجي كيدير لك ها كيبني لك ورا نص المغاربه بحال هكا ليا اخويا ما ديرهاش ليا اخويا ماشي عقليه علاش نخليك انا دوز من تما علاش مابداش وبلاتي انت تتغوت من الصباع هذا ما يبداش عقليته هذا بزاف عقليه ماشي يبدل عقليته لا نديرو لهم بحال الروبوات حنايا فهمتي نخشيو لهم شي داكشي لاباري هنايا يبقاو تا باقي العقليه الاول وهذا خصك تجي من المورا دير لي شي تقطع صافي من الله عيد عليا قال لك تصدع عقليه ولا ما عقليه شنو كاين اخويا حمزه راه الجمهور تدخل بحال هكاك بلا ما تهضر معاه حتى ديك الشويه ديال الشعر من هنا وجرو من هنايا والله تجرو برب وخرجوا على انا خاب الراجا 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 كي جاتك الراجا شويه الاداء شويه كان ياك الراجا شويه كانت لا بروميير ميتون لا بروميير ميتون مي لا دوزيام ميتون دراري كانوا تبارك الله مزيانين لي شانجمون اللي دار المدرب كي اللي مزيان كي اللي ما مزيانش فهمتيني كان عندنا تحفظ على الخروج ديال البوغرين وكتبقى الريزيلت اهم حاجه سي سا بقى التحفظ على البوغرين الخروج ديال البوغرين هو اللي خرج بكري هو ديما كيخرج بكري فقد هذيك هذيك لا كرياتيفيتي ما الرجا ما بقاش كتشوف ديك اللمسه وتخرج ما بقاش تشوف دوك داك التوافق ما بين هذوك ما بين هذوك لي تريانغل ديال اللعابه وكيف كنا كندويو على انه هو اللي كان كيمشي هذوك لي تريو كاملين وخا كان الدراري ادم نفاتي شويه حتى ما كانش بريون ما كانش بريون حتى حتى الكره الاخرى اللي ماركا فيها نستقى عليه حسين فهمتيني و اوروزمون تعامل بواحد الشكل
ايجابي. على العموم زرهوني حتى هو يا داخل ما باغيش يلعب. كيفاش ما بغيش يلعب؟ ماشي ما هو هاد الماتشات الاخرى ما كاينش بلوغ الكره كندوي نبي. ماشي ما داخل بحال مع بحال ما عجبوش الحال ما عجبوش الحال حيت كان بارك في رومبلاسون يمكن داخل ماشي ماشي الزرهوني اللي كنعرفوه ماشي اسي موتيفي باش يمارك. هاد شي دو ماتش الاخرين ما ماشي كانش بغيت نقول لك شي دو ماتش الاخرين ما كانش مزيان داخل مخزز فهمتيني اش بغيت نقول لك ما باغي لا يلعب لا والو. واش هاد الشونجمون دو بوز ديال الزرهوني اللي كيعجبني انا فعلا مزيان الفرقه زوين على هادشي زوين عليه زوين على هادشي قلت لك راه هو تلف الروبير ديال اكسونتري ولقيت اللي قلع فيما تنبغي نقول اون بوينت كنقول في لاطاك ولقيت اللي قلع اون بوينت واحد لقيت ولا تيقول لك ولا انا ماشي اون بوينت قال لهم لا انا باغي انا ماشي اون بوينت ديوني للجنب ديالي ملي داو الجنب ما ملي داني الجنب ما بقيتي لا اون بوينت لا جنب وي ما هو المشكل وكاين موهوب دابا اون سوبر فور وخرجوا الموهوب رجع دقاقي بليو تيرا دقاقي شفنا ايرفي شفنا كامارا ايرفي ما شوف شوف ماشي ما عجبنيش انا ايرفي كنتفرج فيه فين كان في الفتح زيد كان لعاب مزيان فهمتيني تنقول ما اللاعب يقدر يلعب في الوداد وفي الراجع اللاعب عنده لي كاليتي باش يلعب قلت هذيك الوقيته ولكن انت دابا ما نحكموش عليه كان مزيان ما نحكموش عليه دابا خص باقي ما شفناش هذيك ايرف شي ماتش دو ماتش لعب من الاول وشحال هذه هو كان مريح فهمتيني ما نقدر نحكم عليه كامارا مزيان تبارك الله فيما تدخل فيما تيدخل تيدير لي شونجمون تيعطي البوا ديالو تيعاون لي ميليو راك شايف نخرج مبارك دخل بحال كامارا ولا مبارك عيد عليا شوف نبيل باش ما نكونش معاك عاوتاني مبارك بيان شهر انت مبارك على حساب الجو ديالي انا مبارك كويري ما نكذبش عليك لا بوغ لانستون مبارك مبارك لعب ماتشات وكان انا رجعت للفتح في واحد الحاجه قلنا شحال هذه راه بصح هو كامارا رولير مبارك شنو هو سنتينيل وكي سنتينيل راه ما كيريكوبيريش بديك الضخامه وي مولين مسؤول انا رجعت انا عنديت كندير شويه اتونسيون الهضره كان قال لنا كاكي بان راه في الراجع حاليا ما كاينش بليو تيران لي ما كاينش باقي ما كاينش تي عاد كاين ايرفي ايرفي خاصو يجي بلا فور خاصو يجي بلا فور واش ايرفي غيوصل داكشي كيقول لي لا فتح هذاك اللي كيطارب اللي كيمشي يجيبها من هنا كيخطا عليك هنا وكيخطا عليك هنا مبارك لا مبارك في البناء مزيان تبارك الله وي ولينا دايره منظومه اللي كدوي عليها كاملين هذا عجيب لي اكسفار تبع لي منظومه ولا اكسفار بغينا اكسفار واش البارسا ديال بيب كان عندها شي اكسفار في ميليتا ولكن عاوتاني حمزه ما تقارنش هذوك الناس هذوك الناس ماشي اكسفار ما كان كيريكوبيري فهمني فهمني هذاك واخا ماشي اكسفار اخويا حمزه تكون فهمني ضغط ضغط عكسي فهمتيني بريسينغ كونتر بريسينغ فهمتيني على حساب الوقت حمزه تديريجي تديريجي البلوك واحد تخلق واحد لا زون دو بريس اخويا نبيل فهمتيني هذه هي الكره هذه هي الكره لا عاده لا تلاقيتي مع شي فرقه دارت بحال الفتح اللي دارت للراجا بقات عليها بجو ديريكت فهمتيني خصك دي كوستو اللي ردوا بالراس فهمتيني تما كتبدا كيبدا تكومبليكاو لي شوز في لي بالاريتي باغ اكزومبل كتلقى مشاكل لانك انت عندك دي جوار دو بيتي طايف فهمتيني اش بغيت نقول لك راه انا متفق معاك راه في لي بيتي دي طايف هاد لي شوز هادو راه كيديروا الفرق كيديروا الفرق واخ غير هما راه ماشي مهمين حتى للدرجه واخا رجعوا للموهوب موهوب اللي زقل ديك الكره رجعت ليه لا شوف موهوب لا شوف شوف انا العاب انا شوف اللي لعب اللي لعب اللي لعب تقريبا 14 ماتش واللي دخل منهم سبعه سيتولير وماركي سبعه دونك ارقام اون فاس مع متوازيه طون جو مزيان ارقام متوازي علاش يرجع اخويا نبيل هذا الشيء رجع نهار الاول فين كريتيكينا موهوب بيان سور اصاحبي لا كريتيك مزيان علاش باش نرجعوه في لا فورم ديال شحال مره تنقول لحمزه صبر عليه تيقول لنا صابر عليه ولكن لا كريتيك ولكن يستاهل قول علاش راه هضرنا انا وحمزه في الماتش اللاعب اللي تيخدم تيطير لي زابيل تيطلب وخا ضيع هذيك الكره انا عرف شو يقدر يماركي وكيدير دي بريسينغ واش فهمتيني علاش دري باقي صغير تيجري تيطلب في الظهر تيدير لي زابيل كيبان لك اكتيف الجول ديالهم كيربحوا بالصداله بلا برافو انا شوف انا كان عيان نقول لحمزه ابعد غابيد رابيد قلت لك في الماتش قلت لك رابيد راه في الماتش يمارك على الفتح وي باش علق بها من وسط التيران هذاك الفيتاس اللي دار تبارك الله راه ماشي سهله هو تكنيكمون شويه شوف هذاك الشيء اللي مع لي ماتش مزيان تكنيكمون مزيان هذاك مع لي ماتش ما كتبانش لينا بزاف ماشي هذاك الشيء نبيل مع لي ماتش ماتش ورا ماتش ورا ماتش ياخذ الثقه يولي هذاك الجهاد يولي شداه ويدور ويطير ماشي تكنيكمون مزيان غيدير هذاك لو جيست اكروباتيك بحال هكاك لا برافو عليه الله يسهل عليه شوف هذيك لا فيتاس ديكزيكسيون ديك الساعه هذيك هنا كريتيكينا موهوب
فاك ولا كريتيك مهمه للعاب ولكن ولكن شكون اللي كيرياجي على كريتيك هو اللي راجل هو اللي باغي يلعب هو اللي هو نفسه حاره وهو اللي قوي مونطالمون اللي كنا دوينا عليها يا برافو عليك برافو عليك نقول لك برافو عليك رياجي سير وسد لينا فهمنا هادشي اللي بغينا حنا في كاع اللعابه ديال المغرب شي شبالي ماشي مزيان كريتيك ولكن لا شي غيبان لي شي زرك ما فيهش الامان ماشي بحال ماشي بحال حيمود البارح تخلط طاح على حنكو هذاك حمزه خويا ابو وحده شوف حمزه شاديك هذاك آه اسمع نقول لك حمزه والله الا كواري والله ما عرفت مالو بزاف ما عرفت مالو ماشي هو الفرقه دابا هذيك انساها خويا حمزه عرفتي غير خصها الامان ديك الوداد حما نهضروش على خلينا نكملوا على الرجاء باش نرجعوا فهمتيني باش جبدنا ولكن عاد تنسى لو جيست ديال لو جيست ديال ديال قال لي حمزه قال لي حمزه خصك تلو عليه الفوق شكون اه قال لك خصك تلو عليه الفوق باش عنده عليه في الارض ممدوح خاص جا حمزه ولا دولي وشكون قالنا لا لا هنايا جا قال لي خصك تلو عليه الفوق باش يضرب تبارك الله كي جاك بعدا بورغون تبدل عليك هذا الشيء وتمشي تفرج لهذاك النهار بورغون في الراجا او لو في الجراد موجودين هنا حتى واحد ماشي دابا ماشي 15 لواحد كل جراد كيتزعموا بحمزه كيجمع الجراد وكيديهم وكيديهم واحد القهوه في بورغون حتى دايرين بهم الودادين بشي 2000 ودادي فهمتي حتى واحد كيشوفوا لها الجنة ساعتين عليكم شوفوا شفت الفاز وشي كي الاجواء بصراحه وشي الشيخ حتى هو ودولي وعالم واخا دوي على موهوب الرجاء اللي ربحت الماتش ديالها غادا بزيان غادي غادا بواحد وتا الخرجه اللي خرج بها بودريقه برافو مؤخرا قال لك اللعبه غادي ياخذوا المنح ديالو واخا واخا ما كاينش فلوس علاش هذا واخا ما كاينش فلوس تجي مزيان تي موتيفي اللعاب تي اللعاب تشوف راسو راه تيدير المجهود ديالو تيربح الجزاء ديالو هو يتخلص وكما قلتي واخا ما كناش فلوس دو على هادشي دو على شي حوايج اخرى حتى هما وثاني الاكاديمي وداك الشيء لا ما دوش على الاكاديمي درت التصويره ديال شي وحدين و لا على قال دار واحد الميساج يم كورونا ويم كورونا الله والله خير الماكينه الاكاديمي اخويا ولا اي لا تندويت على شي حاجه اخرى الله يرحم الوالدين الاخوان اللي عنده شي فم يشدو ولا عنده شي حساب يمشي يصفيه بشي بلاصه اخرى وبعده من الفرقه الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير دابا حمزه انا في نظري بعدهم الفرقه في نظري هذا الموضوع ما خصناش ندوي عليه كاع لان ما فيش معطيات ما فيش دي دوني لا لا درت على حساب كاينه تدوينه ديال رئيس ديال الفريق كيف شو كيف نقاش كبير كافيه باش ندويو حنا ونديرو كومونتير نديرو كومونتير وتنا كومونتير وتنا نقول لهم نديرو نقول لهم بعدهم الفرقه بعدو من الفرقه ويجي حمزه دابا بعدو من الفرقه اخويا نبيل خلينا حمزه شوف وانت انا غنمشي معاك نقول لك ويلادي علاش باقي ما دخلش للمغرب سمع ما يمكنش سي با لوجيك فرقتو لاعبه على الشامبيون ما دخلش للمغرب الفرقه خلينا ما نهضروش كاينه تقارير تقول بان السيد عنده 3 موا ديال الاستشفاء شفت التقارير شفتو مع هادي اللي كتخرج اخويا نبيل واللي كيدويو عليها وراه كيخرجوا تيقولوا دابا حمزه جدنا هذا الشيء حنايا وراه قلت لي ودابا انا دويت معاه ودابا اسمع ودابا حنا درنا على الراجل خارجين تيهرجوا على واحد كان انا ما شنقول لك واحد راه كان صراع ديال الرئاسه مع بودريقه والرئيس خرج ودار عليهم تدوينه مزيان صافي بيناتهم واش حنا خصناش ما خصناش كومونتير على داك الكومونتير انا ما تقولش ليا بلاتي شي دوينه اللي دابا واش انا راه ما عارفش شكون اللي غلط واش الرئيس ولا الاخرين انا بغيت نقول لهم خلوا عليكم الفرقه بالثقه فرقه مزيان صافي هذه مزيان الرئيس ميساج راه وصل خلوا عليكم الفرقه بالثقه هذا الميساج وصل ولكن اللي بغيت نقول انا هو التدوينه اللي دار بودريقه عجبتني انا على حساب الاستقرار اللي كاين عند الرجاء دابا الريزيرطا اللي كاينين ندير واحد الميساج قال لهم الحمد لله حنا اللعابه غادي نعطيهم المستحقات ديال لي ماتش ديالهم وهادي لي زاكاديمي غادي يخدموا فيها الناس راه الحمد لله وبخير هادشي مزيان هادشي اللي بغينا نديرو فرقي بحال هكا مزيان راه كشفو راه هي ملتزمه مع اللعابه كلشي بخير وراه كشفو على داخل ديال لي تشيك شي بحال هذيك لا ترونسبارونس فشي بلاصه مزيان علاش كتهاجم ليه حمزه انا فرحان بهادشي انا عارفك اخويا انا انت البارح بغينا هادشي بغينا في الفراقي كاملين ولاو نعرفوا شحال خرج والله حتى قال لي نبيل بحال هكا جا ويوريني هذاك الشيء ويقول لي هذا ترونسبارونس ما كاينه في الرجاء مزيان وعلاش ما تكونش دابا في الرجاء وفي المغرب فاسي وفاسي زوين بحال هكا بحال مزيان ونعرفوا الفرقه شنو اللي مخرجه وشنو هو تحيه للجمهور اللي كيحاول وباقي من واخا ما داخلش ما تنساش الحاله ضعيفه ورمضان هذا ما نساوش هذه القضيه راه رمضان اصاحبي رمضان راه وكنعرفوا حنا جمهور ديال الرجاء جمهور الشعب وي باش نكونوا واقعيين ولكن شوف تعاون الفرقه ديالو كان ولا ما كان كيخرجها من جيبو زمان وكنطلب انا الناس اللي رجاويين اللي مسك عليهم الله يحاولوا يعوضوا شويه اللي عنده
كاينين بما ان الرجاء درت هذه المبادره ديال التذاكر الافتراضيه وكاين الرجاء كتلعب على شامبيونه وخص بريمات وخص بزاف ديال الحوايج والناس راه عارفين الناس باغا تعطي الفلوس في واحد الاطار قانوني ملي كتكشف ليك راه اطار قانوني اطار قانوني باغي تحل الباب من خيرات دير 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 ان كلوب دير فين فين تحط فين تحطوا دوك الفلوس يمشيو للفرقه واخا حميد انا متفق معاك وهذا موضوع اخر ريب حقاقي في هذه الجوله مرحبا ذلك اللعيبات ديالك مرحبا وانا اللي راه قلت لكم علاش واحد النظره ديال انا قلت لكم علاش لا 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 ثقه ماشي لا النظره ما عجبتش انا لا تغريت لا شوف لا انا بغيت نسولو وكون كانت الوداد لعبه الشامبيون حتى هي مع كون كانت مع هذا لوتريو هذا الوداد واش كان غيعطي لي فار ربح لا نعطي الوداد صافي جيك بالغر زدونا الموضوع واش فهمتيني واش ما كذبش عليك لا راه انا دابا راه باقي ماتش ديال راه باقي ماتش ديال لي فار مع الوداد وتضرب الوداد بهذا اللعب هذا انا كنقول لك الوداد كون كانت لعبه شامبيون وكان تايا مع هادو تريو صعيب كنتي غتعطيها خسران مع لي فار ما عطاش خسران كنتي غتعطيها ولكن كاين بلا كيمشي عطا حمزه ولكن لا 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 حمزه ما دخلش ليا شي حاجه انا قلتها في الحلقه اللي فات الوداد لعبه في لاكورس مع الفراقي وبهذا النيفو نعطي لي فار تربح انا الراجل لعبه لاكورس مع لي فار خصني نعطيها واحد السيناريو ولكن دابا لوجيكم دابا تسولت هذا السؤال الوداد كانت لعبة على الشامبيون وجايبه لي فار في التيران راه غضرب لي فار باينه علاش عادي راه عادي اسمح لي زعما الوداد هذيك الناس غير تقلقوا لك راه الصراحه لا لا بالعكس لا شوف شوف دابا انا قلت لكم شي حاجه من غير هادشي اللي ما تقولوا فين لا نفسها انتم ما بغيتوش تجاوبوني انا اللي دابا انا اللي زعمتكم وبغيتوا تدوروا عليا انا اللي قلت لكم راه الوداد الا كانت مع هاد التريو منافسه واش كنتوا تعطيو ربح خسرانات وتعادل هو انا مالي علاش انا ما عطيت خسرانه اللي ما عطيت خسران الوداد عطيتي خسران الوداد كونتر لي فارتي دابا انا عطيت الوداد خسران هو قال لك على النيفو دابا اسمعني يا حمزه على دابا الوداد كون كانت لعبه على لاكورس علاش ما تعطيهاش كونتر الراجا علاش ما تعطيهاش كونتر الراجا علاش ما تعطيهاش خسران الوداد كونتر الراجا امتى دابا فهاد الماتش ديال الديربي اه الديربي ما تعطيهاش ليها انا الديربي صعيب اه الا شرطاش الديربي كدوي خليوني كدوي لا لا الوداد دابا ضعيفه علاش غتربح على فار وما تربحش الراجا هذاك كل ماتش وماتش ديال كلاسيكو ماشي هو ديربي وسي الله يعاون كلاسيكو لا حمزه حتى دوزتي ديربيات شوف الزامطا ايديسيون تقدم الزامطا لا الله يلاك عليك الصاد دابا شوف لا دابا تربحتي في الجوله الاولى ما رضاش لا لا ماشي ما رضاش علاش قلت لا 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 شوف انا نضرب اللوجيك دابا دابا انا حمزه علاش عطيت انا اللي فار ضرب الوداد ما شوف انا مثلا عندي ديريكت الوداد اللي شباب هاد النيفو اللي ما تحكموا له حنا جايين نهضروا عليها مع فراقي اللي احترام ماشي لهذوك الفراقي حتى هما كيلعب على الطيوح كيلعب باش يصوفي بهاد النيفو هادي واه ضربهم لي فار ها هو انا علاش قلت لحمزه فين قال راه هو قال لك في ديربي اضربوا من الراجا ب 3 0 انت استفزك ماشي نو ماشي استيف انت اصلا نسولك سؤال علاش لا خليني نكمل وخلينا نكمل كاع الماتشات كنت غير نقاط علاش قلت لي 3 0 ولا بلاتي ولا ماشي خليني نكمل بلاتي خليني نكمل حمزه قال 3 0 انا قلت لي 0 0 1 0 خص ديربي راه هو لعبوا راه كاين فرقه تكون في الطوب وفرقه راه ما كايناش وطرات هذه والله تطرات ما مره ما جوج وتضرب وتقدر تربحك بحال دير بيتي لعب على حوايج صغار بحال جوج لواحد دير ياجور كتبت مع الراجا مع الراجا راه ما خاصوش الراجا كانت راه كانت في العلاء وثاني واحد داروا لهم باساديس وي باساديس تحت نقول عليها قالوا بزاف ديال الناس تقولوا عندكم ديروا الفوطو واش فهمت دابا دابا دخلنا عليك بالله في هذاك الماتش عطيتي دابا اكزومبل حمزه شحال كنا نربحوا في هذاك الماتش هذاك ثلاثه تزل صغير هو كانت لا كانت لا بوزيسيون كانت لا بوزيسيون دخلنا كانوا لي زوكازيون او صالح راه ما دخل زقل عطى كره بيضه زقلها واحد 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 السيرو كيخليو المصريين السيرو اش قلت لك اخويا حمزه عطاه البيضه قلت لك اخويا حمزه انا دير بيتي لعب على واحد الجزئيات بصيره كنلعبتي راه ماشي دير باش تلقى شاد 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 فرقه خايف شي خايف من شي بارك عليك بيت سالا باش نديرو لا ترانزيسيون للوداد باش نهضروا على الوداد غنديروها بالسؤال الكبير السؤال الحاسم والسؤال الصعب الوداد وليفار الماتش اشوف اقسم لك بالله ما جنكذبان انا عارفني انا عندي واحد الغيره وانت ما عارف الوداد بهذا النيفو ضربهم ليفار بلا ما نكذبوا على راسنا
صافي راه اربعه الماتشات الاخرين يبينوا لك اخويا لا دابا حيد عليا النيف الوداد دابا الرجاء لا كلاسيكو ماشي هو لا لا بلاتي نبيل دابا حمد لا تدخل شي حوايج بعاد عليك لا بلاتي تدخل شي حوايج بعاد عليك علاش اقول علاش دابا انا شنهضر لك دابا انا علاش نهضر لك انا على النيفو ديال الوداد راه الوداد العام الجاي والعام اللي فات ضرب كلشي اسمع لي اسمع لي فهمني يا صاحبي دابا النيفو ما نيفو ما والو دويتي على القيمه ديال المباراه ديال الكلاسيكو اها كتقول بانه كتلعب فيه واحد الظروف اخرى الكلاسيكو راه ماشي هو ديربي غير التكنيك من غير التكنيك والتكتيك من غير التكنيك والتكتيك راه نورمال راه انا راه عدد المواجهات راه انا كنسمع راه انا كنلعب ديال الوداد ودير هاد لي ماتش كاملين ولعب مع لي فار بغي نعطي بزاف واخا عافاك انا معاك الحيط ولكن تشوف الارقام باش كنا كنلعبوا واكاكي واش كنتي كتبغي تخسر الكلاسيكو ما تخسروش برزوق عافاك اخويا انا هاد النقاش نحيدو كامل انا اجيكم من الاخر الرجاء عندها اكبر فرصه هي في الماتش ديال الوداد باش نحيدو عليا هاد النقاش ديال الكلاسيكو ما كاين لا كلاسيكو لا والو الرجاء محتاج الوداد ضرب ليها لي فار متفقين كيف ما الوداد كانت محتاجه للرجاء تعادل مع لي فار داك العام في الماضي الحبيب هذاك صافي سال الماضي اخويا غير حنا فكرتك مزيان شي عارف حنا زيد اش بالك كي باسا الوداد غيفكروا انهم يعاونوا الرجاء تقدر تقدر دابا مع الرجاء دابا مع الرجاء فكرت تعاون راسها حتى شي من الوداد تعاون الرجاء لا تعاون الرجاء محتاجه حتى شي واحد يعاونها حتى الوداد راه لعبه 3 بلاص الوداد لعبه على سميتها الوداد راه شامبيون دافريك الوداد راه لعبه سوبر ليغ فينال كتسخن فيهم باش يخسروا على فار وحق الله اسمع محمد راه عدد المواجهات تاهي كتحسب هادشي هو كما قال حمد تيبقى ماتش ديفير وعلى لي ماتش راه فهمتي كلاسيكو ديربي ولكن تنظر انا بلوجيك تشوف عينيا تشوف البيبليك خص الجمهور ديال الوداد راه ما تكذبش عليه بهذه الفرقه راه بهذه الفرقه مع اللي فان نقدروا نخسروا يتقبلوه ولا ما يتقبلوش انا عارف اني عندي الديري هذه الروح هذه يمكن سعيد ماشي ما كايناش الروح فينا هي الروح يمكن بها الروح والروح ما كاينه واللعاب اللي عندهم الروح ما كاينينش انا ما بقى نهضر اخويا حمزه فهمتيني خليني ساكت انا الوداد دابا تنهضر سكوت اخو سعيد وصافي هذا الوقت ما خصش السكوت راه باين اللي خاصو يدير خصك السكوت كاين بزاف خاصو يمشي لحالات شوف بزاف خاصو محروس باش يدخل يلعب والشي محروس باش يدخل وحده الشي بين يدخلها لهم تما يدخلها للانترفال علاش قلت لك انا الوداد ما نهضرش معايا دابا تيديروا الجيم العام ديالهم ونشوف انا الوداد غنسالي هذا العام شوفها في كاس العالم ونشوف هذيك الساعه نشوف ولا كانوا بهذا النيفو راه عاود نقولها عاوتاني راه بلا ما يمشيو واخ صافي رجعوا للنقطه شوف راه شوف راه الميساج ديال البيبليك يبين لك الدراري شكون حكى الميساج ديال البيبليك يا حمزه واحد ميساج للبيبليك راه داروا راه باين اللي هو راه كاتب مع شنو ديال الوداد شي لعيبه لا الرجال والفلوس الرجال والفلوس صافي الوداد تيخلي يلعبوا فيها الرجال تيخلوا فيها السميه ديالهم ماشي اللي كيخلي مشيتي قد يجكروك عباد الله راه كاين دابا لاعبين بالفلوس واخدين الفلوس وما تيدير لك شاباس هادي سي تان اوتر بوين وي باش نهضر معاك وحشومه راه داد البنزر تيش نقول لك على البنزر تيبقى حتى مشى بحالو ياك وجيب عاوتاني وبلاتي شكرا لك يا عبدك خلينا في هذه النقطه هذه كيفاش انا غنعطي لهذاك لاجوان ديالو ستاتيو لاعب خاصو يمشيو كاملين ولا اسمع لي يا سعيد البنزر تيمشى خاصو يمشي كاملين النقطه الواعره شي النقاش يخليوها بوحدو ويديروا مع الدراري اخرين بخير هي متفق معاك انا في هذا الفرقه كيفاش نعطينا ستاتيو ديال اونترينور ديال ليكيب بريمير ديال الواك وداد وداد الرياضي شكون هذا بيضاوي بطل افريقيا نعطيه لو ستاتيو ديال اونترينور يديروا في السيفي ديالو كان غادي يمشي فابور كاع هكاك سهل هو طالب استقاله بمشي فابور وليتي لو دابا انت غادي مصيفطو مخا اخويا لا على لاجوان واش البنزر تيحط لك شرط على ان داك الفلاح يبقى هو على راس العريضه التقليدي للوداد ما يمكنش واش الوداد واش المكتب ديال الوداد ولا كيسيدي حتى للدرجه هادي علاش قبل فلوس والاخر خايب انا ويبقى اونترينور ادجوان ونجيب انا ولد الفرقه نعطيه هذاك لو ستاتيو ما نعطيهش لهنا هذا وساعدو انت هيك عندك فكره ما نعطيهش لهذاك لو ستاتيو ديال اونترينور ديال الوداد ما نعطيهاش ليه فاسيل بحال هكاك يجي ولد الفرقه بروفيزوار ولد الفرقه وسير دابا شو واش هذاك خينا غيكتب بروفيزوار بين قوسين ما غيديرها في السي في ديالو واش غيدير بروفيزوار انا من النهار حليت عينيا وانا كنشوف الوداد بروفيزوار كيجي فخر الدين بروفيزوار كيجي بالعبيشه بروفيزوار كيجي فلان
ولاد ولاد الفرقه هذا هو البروفيزوار هذا هو يعطي ستاجي ديال الشريف تيجيو كامل الشريف طالب ولاد طالب ولاد ولاد الفرقه اما البروفيزوار عطاه لتشيلسي واش ما مسطينا عطيتيه ستاجي عطيتيه ليه عطيتيه صفه وعطاو البروفيزوار في الترجي ديال تشيلسي هذا عطاو ليه والله ما عطاو ليه بالله يا خدا بالرب كيني والله ما يكون كيني في الترجي هذاك بالرب يعني يا صاحبي علاش يبقى فيك العلاش قلت لك حمزه هذاك الوداد راه كاينين بزاف بقى تهضر ترى ما يمكنش حتى هو نايدو كيخوت حتى هو كيدير في لي شونجمون كيدير في لي شونجمون اشكون انت كيدير في لي شونجمون لعاب جيبي لهم 500 مليون مدخل ليا كدارين خليني نبدا نهضر انا ودابا اسكت دوزت خبال ماشي كدارين دو شونجمون في دقيقه 90 دو شونجمون علاش ولعب مع احتراماتي لبرشيد برشيد هي فرقه اللي باغا تخبصو ودابا اسمعني يا حمزه ودابا باتشني دابا اسمع اسمع واحتراماتنا للبيضي وكلشي ودابا الفرقه وتقدر تصوفي راه جابت جاب جدو راه بدات جو ماتش درتهم ماتشين مع الوداد ومع بركان راه ما ساهلينش على فاش تشوف بركان لعبه مع برشيد ولا الوداد تقول ضرب مغمض عينيك يضربوهم ولكن تتشوف تيبان لك فرقه غادا تطيح وعندها اللعابه تيموتوا عندهم الروح وهذا لعاب مع الوداد مع خويا حمزه خليني انا نهضر بزاف راه بساعد حتى واحد يجيب لهم 500 مليون مشين عليه يعجبك في قرعه ديال الطالونات بحال هكا خلينا اخويا بدا نهضر بزاف اصاحبي خصك دير اش الوداد دابا خصك دير وتا اقسم لك برب الاله سمعني انت يلا شتي لعب 300 مليون ما كيديرش باس هذاك الزمراوي هو اللي هضرت عليك خليني نضرب بزاف شامبيون كله كدوي عليه خويا شوف انا شاد انت بغيت نطلب من الله واش هاد الانتدابات واش البنزر شي هو اللي جابهم هذاك اوغيونس علاش يخرج كان مزيان البارح علاش يخرجوا حتى شاد المدربات حتى ما كاينش اتاكو حتى شي فهم هذا الشيء ديال الناس اخويا علاش قلت لك دابا حمزه علاش نقول لك الوداد اخويا غير انسى انسى شي الوداد انا غنساو هذا الوداد لعب مع برشيد اللي قال سعيد واحتراماتنا لبرشيد ولعب دو ميليو ريكيبيراتور وفينا هما دو ميليو ريكيبيراتور اش ريكيبيرا وشي حاجه صغاتو لعب بدراوي ولعب بدراوي بوحدو اخويا وزيد شي لاخر تمايا وسير عند برشيد سكون عندها تما انت لاعب بطاقه استيعابيه في الامور ديالك كامله واش هذا الضغط عايش فيك واش هذا الضغط هذا لا استيقافك ودا بلاتي يا حمزه حمزه وحمزه وحمزه راه دو راه حشومه تشوف هذاك اربعه الماتشات اللي منين ياه وجا البيبليك باقي يتابعك الوداد هادي ولكن اسمح لي انا عندي واحد السؤال دويت على اوغليس هذاك تمشيني معك 6 شهور هذاك 6 شهور بغيت نسولك شكون يجيبو يجيبو بنزرتي ولا جابو جابو فوقيت البنزرتي ولي جابو بمصافه نورمالمون هو لونترينور انا عندي سؤال دابا انت عندك اوغليس كتحيدو كيبقى حتى واحد كتطلع فرحان ولا كدير حاجه في ظل في ظل هذا المستوى المتدني ديال الوداد علاش ما كتعيش الشرق البحري علاش كيتريني برافو علاش كيتريني ما كتعيشش الوداد دابا مهوده مهوده كندويت انا على هادشي ولا دابا جا عايش الشرق البحري ما مزيانش في الوداد ملي كتود مع مقلعه انا معاك حيت الشرق البحري اما حاليا دير لي كونطرا ديالو فاش جاو عنده خويا في مصلحه الوداد فاش جاو عنده هذوك صحاب اللي جابوا هاد اللعابه هادو اللي منهم منهم صحفيين ومنهم ما بغاش يريزيلي معاهم ومشاو واش داروا مشاو كيتكاو عليه في لي زيميسيون ديالو كيتكاو على الدري باش الشرقي البحري لا بيتور ديال الفرقه ديالك صيفطيهم تتصطيه وتصيفطو بزاف والبيتور ديال الفرقه ديالك ما ترجع تمشي تشوف البيتور ديال الفرقه ديالك كتلقى سامبو الشرقي البحري صيفطيهم لا عوضهم بلعبه مزيانين ما يمشيو حتى يمشي خصهم يتعوضوا ماشي بلعبه مزيانين وراه ما ديال الوداد دخل كتدخل الفرقه حتى واخا يديو ليا شامبيون واخا يديو ليا ب 20 بيت هذوك والله ما نلعب والله ما يصح له يهزوني التوني ديال الوداد ما عندكش ماشي ما عندكش باس حمزه بنادم اللي غير باش الفراقي المغربي كيما كنقولوا عاوتاني بالتخربيق والفراقي حنا ما قادين نخلصوا حتى اللعابه وتمشي تجيب لعابه عاوتاني ب 600 700 مليون حيتاش الاهلي عنده اللعابه ما تبقاوش تدقاوش تقارنوا راسكم مع هذوك هذوك لي كلوب ستركتوري هو داك الشيء هذوك عندهم ديفون عندهم ديفون عندهم نادي عندهم ستركتور عندهم ستركتور اخويا سعيد راه تقدر تنافسهم راه متفق معاك المويان ديالك حنا ما تنافسهمش متفق انا معاك الشيء ديالهم انا ما كفيتينك حنا ما كنهضرش على الريتم ديالهم ما تقدرش على الريتم ديالهم ما تقدرش عليه حمزه حنا من نفسي ما كتخلصش اللعابه ديالك انت عندك لي ليتيج بزاف ديال الحوايج حمزه انا معاك حمزه عافاك الله يرحم لك الوالد حنا كنطالبوا بلا ستركتور هي اول حاجه كنطالبوا بها والجمع العام هو اول خطوه الا بغاش الوداد تمشي لا ستركتور دويش على الاهلي اه راه معاك ما خصناش نقار واخا نديروا لا ستركتور ما يمكنش نتقارنوا بالاهلي الاهلي عندهم ناس كيعاونوهم يمكن لك عندهم ما يمكنش شركات عندهم يمكن لك تنافسوا في الفلوس ديالك
لي مويان تاولك تاولك حيت الاهلي راه كيجي الاهلي ما تحاولش تربط راسك بالاهلي ودا تقول والاهلي كيجيبوا لعاب مليون دولار حتى انا خصني لا لا والاهلي والاهلي ديالو وفتح الاهلي راه عندهم الموارد ديالهم وفوق هاد الموارد كيجي تركي آل الشيخ كيحط لهم 10 مليار وكيمشي يا صاحبي ونبيل ونبيل باش تقارن ونبيل واش هاد اللعاب هادو دابا اللي في الوداد هنايا اللي كتشريهم 200 و300 واش هاد اللعابه ديال 200 و300 صاحبي لا فوالا هادي اه لا واش هاد اللعابه واش هاد اللعابه اللي كنشوفو في الشامبيون اللي كتعطي فيهم 120 150 واش هاد اللعابه ديال 120 150 وراه كانوا لعابه تيطيروا صاحبي وسميات كبار وكيدو 50 مليون العام هو سعيد يقول لك صاحبي ولا خدا كاع تا خويا اش نقول لك جمع عام جمع عام نتسناو جمع عام شوف انا باغي شوف هذيك جمع العام اللي باغي انا في الوداد لا بغيت الوداد انا كما قلت لك اخلى فريخ الله يذكره بخير شحال هادي يجيب شي تراكس ويحفر هذاك التيران اللي اللي عنده الغيره على الفرقه يبقاو اللي ما يمشي بحالاته نقول لك اللي كاين الوداد خاصه في الجمع العام شوفوا هذا المدرب ويكون هو المسؤول عن الانتدابات ديالو هو اجي مدير رياضي اسعد ومدير دابا اسمع دابا سمعتي شي حمزه مدير رياضي ولكن ولكن بلاتي مدرب يشتريني الكوتشي ولكن حتى المدرب عنده شكون عنده الشوفه ديالو باللعابه اللي بغا خصائص اللي خاصهم هو لي فار علاش ناجحه لي فار اللي كندويو على لي فار عرفتي لي فار شكون اللي خدام مع نبي خدام مع داكروز شوف الاستقرار اللي كاين على المستوى الاداره التقنيه والرياضيه ولكن بلاتي الناس ما تتخربق ولكن بلاتي يا حمزه ولكن انت المدرب تكون عنده واحد النظره على اللاعب اللي باغي يجيب كيكون انا خاصني وديفونسور فتح تفاهم ما بين المدير ولكن تلقى دابا الوداد تكون اداره رياضيه تقنيه بعدا المدير الرياضي راه كيخدمش بوحدو انا ما عرفتو بحسن ما كيكون واحد التكامل واحد الانسجام واحد واش اللي ما شفناش في الوداد دابا مثلا نعطيك واحد الحاجه انا كنت تلاقيت داك العام مع زكريا فاتي كان فاش كان داكروز وداكشي وراني واحد العينه من الطريقه كيفاش كيخدم الناس كيساليو الماتش كيصيفط لهم الاحصائيات ديالهم كيصيفط لهم المسائل ديالهم خدمه كبيره بزاف كدار لي زابليكاسيون دونك لي فار بلاصه بوحده باش نختموا السؤال اللي قلت لكم قبيله انا بغيت ندوز شي ميساج للوداد اخويا برزوق باش نربحوا لكم لي فار مرحبا عاونوا راسكم تمالك صاحبي تمالك نيفك صاحبي ايوا انت يا باغي تقول لي بهذا الشيء هذا ديالك الملغوم باغي تدوز شي ميساج للوداد الوداد تعاون راسها اخويا تخرج من هذه المشاكل هذه ونشوفوا الوداد اللي كنعرفوا حيت الرجاء وقفوا ديك العام قاده بشغله الرجاء وقفت الليفر لعب لي فاش الوداد تلعب على سميتها وتلعب على السمعه ديالها وي الا كانت كتقبل بالخساره شغال سميتها راه كبيره حمزه فيم شغال شغال الا كانت الوداد فريق من حجم الوداد الا كان فريق من حجم الوداد غادي تهاون في ماتش باش الرجاء يشوفش الرجاء شامبيون شغل هذا كاين موتيفاسيون لا حمزه بغيتي نمشي ندير الوداد كريم غتقبل بها غتقبل بها حمزه غتقبل بها الوداد نديروها لهم شحال الدراري 10000 درهم الدراري الواحد حمزه اسمع اسمع كما قلت شي واحد كلمه وار الوداد عندها سميتها اول حاجه ياك برافو صحيح ها هي عندي ناكد لك انت عارف منين كيدير بهذا النيفو اللي شفت ديال هاد لي كاب ماتش الاخرين قبل ما تعاون قاعد انا ما نقول لك باش ما خص انا ما عنديش ما عندي ديريكت الا بغاو عرفتي علاش خصك تشوف دابا في الفرقه ما كاينش كاينش رد الاعتبار وترى ما كاينش هذاك اللي عند رد الاعتبار يلاه خسرتي وديك هذاك خليني مع اخويا ترى ما كاينش باه اللي بالك هذيك الحروريه هذيك الكبيره ما كايناش بونا عمر مزيانه كاكي والله بوحدو مزيان مزيان وكلام والله ما غير مزيان راه كنا انا وياك شنا انا وياك باس واحد خرج حتى الحداد خرجوا وماركيتيش هذيك الحداد اش تماركي سير اخويا سير اش ما كنت شفتاه شنو اي الوداد يديروا مزيان شوف شوف هو كلاسيك وتيبقى فوالا دابا بغينا طبعا خو حمزه خونا حنا عارفين هاد الهضره كيقولها هو ما كرهش يقول كلاسيكو والله العلي العظيم اللي غنتفرج شوف كلاسيكو تيبقى صعيب فهمتيني راه لعبنا حنا كلاعب لعبنا كلاسيكو بزاف ديال المرات واش يعول حمزه ولا اي واحد ما تيبغيش يخسر لا لي فار لا الوداد لا راه ما تيبغيش يخسر ولكن انت تبقى عاوتاني معول عليهم صراحه خويا نشوف معول عليكم ولكن انت تبقى شكون يواجد لي فار تبان لك فرقه واجده الوداد عندهم بزاف ديال لي بروبليم راه تيعيشو فهمتيني ولكن عارفين. ما تتمنى الوداد تربح باش في دي شامبيون الراجل ان شاء الله يقول الوداد دارش معنا مزيان فهمتيني ضربت لي فار دونك هذا الماتش نقدروا نقولوا هذا الماتش برزوق تشجع الوداد غنبغي الوداد تربح تشجع حقه باش تربح اما خارج من هنا تنطقها غنبغي الوداد تربح
ماشي نورمال. اش شجعش بالك اش شجعلو ما يشجع الوداد عاد واش نورمال فرقتو لعبها على الشامبيون واش بغيتي تشجع تتمليل ولا لا اخويا حمزه انا نقول لك واحد الصيغه اخرى زين. انا بغيت ليفار تخسر شحال زوينه يلا نمشيو قنابي يلا نشوف في حالاتنا اخويا الريحه ديال الحريره بدات كتعطي والله دونك خصنا نمشيو حنا كنمشيو بحالك طلع الريحه كنمشيو انا خصكم تحطوني في المرقد دابا يا كاع شو قلبوا شو قلبوا دراك مشيو قلبوا على الفريسه داكيو كاك جبنا جاب 20 راه ماشي فريسه تمشيو بعد راه واحد فريسه واحد مقلدي البوزروق قوية قام مع الزنجبوة مع الفطور داكي وكاكي شكرا خويا نبيل شكرا خويا حمزة خويا أشرف العشرين أنت الموجه لكم بزاف بزاف وصحة فطوركم الله يحفظك برزو خويا تحية لخويا نبيل تحية سعيد سيدي أشرف الأحبة رمضان كريم داكي وبرزو داكي وكاكي تلقوا الحلقة الجاية العشرين بصحة السحور ديالكم تشاو سعيد فتاح يا سلام نبيل بالشقرون يا سلام حمزة بورصو يا سلام بودكاست في 90 انتهى الكلام.